اول اس يو في دخلته سيات المغرب هو لو كومباكت اتيكا، من موراه جا لوربا اغونا، ومؤخرا سيات كملت لا جام اس يو في ديالها عندنا ملي دخلت الجيل الاول ديال لو فاميليال تاراكو. هذا الاخير هو اكبر موديل صنعته الماركه الاسبانيه، وحا كيشارك العديد من المكونات ديالو مع الاس يو في فاميليو ديال جروب فولكسواغن بحال مثلا سكودا كودياك، فالتاراكو عنده المميزات ديالو. بقاو معنا باش نكتشفوهم جميع. النظره الاولى كنلاحظوا ان الطوموبيل كتشبه لاتيكا خصوصا في القدام، ولكن الا دققنا شويه غيبان لنا انه كاينين اختلافات. نبداو بالاضواء فوليد اللي راجع للور مقارنه مع لاكالوندر اكزاغونال والعريضه، واللي فيهم تصميم جديد ديال السينياتور لومينوز على شكل مثلث اللي معروفه بها لا مارك. من الجنب كنلاحظوا ان ليدي الموسكلي ولا شوت دو بافيون حاضره بزاف. اما اللور فالحاجه اللي كتثير الانتباه هي هذا لو بوندو لومينو اللي كيربط ما بين الاضواء ليد. في لي موديل ديال سيات فقط هاد التراكو ولا ليون الجديده اللي فيهم هاد الميزه. من ناحيه الحجم هاد التراكو فيه 4.73 متر في الطول، 1.83 متر في العرض، 1.66 متر في الارتفاع، و 2.79 متر في لومباتمون، اي انه كيوفر مساحه كبيره للركاب اللور من جهه الرجلين والكتاف وحتى لا غارد اوتوا. نزيدوا على هادشي لا بونكيت كوليسونت وانكلينابل، وكذلك لو كافرا اوفرتور مان ليبر اللي الحجم ديالو 760 لتر. نشير هنا انه لي سياج ديال الصف الثالث متوفرين في المغرب اون اوبسيون. اما في القدام فكنلقاو لا بلونش دو بور عموديه وعصريه. قدام السائق كاينين انسترومونطاسيون نوميريك في جميع لي فينيسيون اللي لا طاي ديالها كتوصل ل 10.25 بوص، وعندنا كذلك ان اكرون تاكتيل اللي لا طاي ديالو كتوصل 9.2 بوص، وهو كذلك كومباتيبل مع اندرويد اوتو وابل كار بلاي. La présentation jette l'œil sur le moustawa, le mode moussé à le plastique moussé, la cantara ou le chrome, ne s'ajoute pas à bord. Ou qu'adalik les lumières d'ambiance qui zidoum le jamelier d'yel d'achel, khususan fil l'île. واحد من نقاط القوه ديال هاد التراكو هما لي زيكيبمون دو كونفور المتعدين اللي فيه. على حساب لي فينيسيون عندنا مثلا لاكسيلو ديماراج سون كلي، لا كاميرا 360 دوغري، البارك اسيست، لا كليم اوتو تريزون افيك كوموند ا لاريير، لي سيج شوفون القدام واللور، لو شارجور بار اندكسيون، لو فرا ما الكتريك افيك اوتو هولد، ولو توا اوفرون بانوراميك. على طريق هاد التراكو عجبنا الاداء ديالو، واخا فيه اكثر من طن و 700 كيلوغرام فالتحكم فيه جانا سهل، بالاضافه الى انه ديناميك وبريسيف لي مانوف، وبالخصوص مريح في المسافه الطويله. وهنا كيرجع الفضل بالاساس للكراسة والجلسه ديال السائق لي كونفورتابل، وكذلك لي سسبونسيون اللي جاونا بيان كاليبري. من ناحيه لي زيد على كوندويت ولي زيكيبمون دو سيكوريتي، الطوموبيل فيها لو ريغولاتور دو فيتيس ادابتاتيف، لو فريناج دو سكور اون فيل فرونت اسيست، وخصوصا لي مود دو كوندويت سيات درايف بروفايل افيك ديريكسيون بروغريسيف. هاد الخاصيه مهمه لانها كتبدل الاداء ديال الطوموبيل، وكذلك ديال الموتور الوحيد اللي متوفر عندنا في المغرب اللي هو لو 2 لتر ديزل ديال 150 شيفو مع لا بواط اوتو دي جي اس سي درابور. لا كونسوماسيون ديالو جات ممتازه، فهاد لاسي ما فاتش 5.5%. اما من ناحيه الفينيسيون فكاينين اربعه اللي هما ستيل، ستيل بلس، اكسبيريونس و اف ار، والثمن كيبدا حاليا 383565 درهم. عجبنا لي زيكيبمون متنوعين، الراحه، الاداء على الطريق. تمنينا لو يكونوا ثلاثه ديال البلايص مفرقين في اللور، لا كومباتيبيليتي تكون سون فيل مع اندرويد اوتو ابل كار بلاي، الحله ديال الكوفر تكون اعلى. كيف ما شفنا في التجربه فالتراكو استفاد من طول السافوار فير ديال سيات، وزاد عليهم لي زاسبي تكنيك ديال لو جروب فولكسواغن بحال مثلا لا موتوريزاسيون،
والنتيجة هي أن SUV عصري مريح سباسيو بيان اكيبي وعملي. هذه المميزات جعلت منه واحد من أحسن الخيارات حاليا في المغرب بالنسبة للعائلات الكبار، خصوصا أن الثمن ديالو ناقص مقارنة مع المنافسة. وانتوما كيف جاكم هذا الجيل الأول ديال سيات تاغاكو؟ يمكن لكم تخليوا لنا الآراء والتساؤلات ديالكم في لي كومونتير وحنا غادي نجاوبكم عليها. وكيف العادة مزيد من المعلومات على wandaloo.com. À très vite sur wandaloo.com.